فانا عماله اخد على دماغي اخد على دماغي، بس ربنا بقى كريم. ربنا لما بيكون واقف في ظهر حد، مهما عملوا الناس او مهما عملت الميديا، مش هتكسره. بدليل ان بعد اللي حصل دوت، في شريحه كتير من الناس، سيدات محاربات السرطان، خدوني بالنسبه لهم قدوه. انا عرفت ان ده حصل امبارح، قالوا لك انت شجعتينا، انت طالعه بتواجه الناس كده، فاحنا كمان حسينا اذا كان شيرين عملت كده احنا كمان ممكن نظهر قدام الناس من غير اي حاجه. شفت الجمال، ربنا شفت جماله. الالم تحول الى امل، فشيء يعني كان حلو امبارح، رغم ان كل الناس بتقول هي الست دي عامله ايه في نفسها. انا كسر في نفسي، اذي نفسي، اهد نفسي، كان ما يجيش حد. طيب الفكره بتاعت انك تشيلي شعرك دي جات لك ازاي؟ يعني ايه؟ دي وراثه عن ابويا.